أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. يمكنك فعلها. بيورن يتدحرج مثل آلة دحرجة، يقلد مثل آلة تقليد، ويجري مثل آلة جري، ويصرخ مثله، ويصرخ مثل آلة ضائعة. حسناً، لا حاجة لتستاء يا بيورن، ما رأيك بأن نرسم شيئاً؟ حسناً، قد يكون من المسلي أن نرسم شيئاً. الفن الذي نقوم به فن شعبي، اسمه الرسم على الجدران. شاهدني وأنا أرسم. جميل، أيمكنني أخذ دور الآن؟ أعطي اللوحة لبيورن وشاهدي كيف يولد الفن. رائع يا بيورن، إنه أرنب صحيح؟ في الحقيقة أردت رسم تشيكي. انسي الرسم على الجدران، جولة على سكوتر ستكون مسلية. رائع، لقد أفلتت عجلتي الأمامية، إذن انتهى أمر ركوب سكوتر. لا تذهب، ربما يمكننا إصلاحها إن عملنا معا. لما العناء؟ ستسقط مجددا، لأن لا شيء مما أفعله ينجح أبدا. لنذهب إلى منزل باكي، هو سيصلحها. أهلا يا رفاق، لاحظتم أي شيء مختلف؟ باكي مرحبا. كنزة جديدة؟ لا، ما كنت أبحث عنه أكثر من ذلك. صنوبر بنفسجي. إنها رائعة جدا يا باكي. لا يوجد ما لا تستطيع فعله وأنت ترتديها. باكي، أيمكنني أن أخذ دورا فيها؟ رجاء أتوصل إليك. لا مشكلة بيورن. شكرا جزيلا لك، أنت الأفضل، أنت أفضل صديق في العالم. وها نحن جاهزون، مجرد دب بسيط مع طائرته النفاثة. ماذا لو نعيد هذا اليوم بأكمله؟ أولاً كرة السلة. يصرخ ويسجل. والآن بما أنه لدي الطائرة يمكنني فعل أي شيء. آلة تسجيل. لا 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 لا، أنا مرتفع جدا. يبدو أن حظي لم يتغير رغم كل شيء. حسنا، سأضع هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. ماذا الآن؟ باكي، رجاء، هل يمكنك إصلاح الطائرة؟ نعم، بعد قليل. أولا علي الانتهاء من كل هذه الأشياء. ماذا تفعل؟ لأنني سأكون سعيدا بمساعدتك. أصنف هذه الأقسام فحسب، مثلا هذه هنا وهذه هنا. نعم، هذا منطقي، أظن أنني أفهم. نعم، دعها لي فحسب. كان هذا رائعاً جداً يا صديقي. كان ذلك رائعاً، مثل لعب كرة السلة لكن مع المعدات. كان ذلك سهلاً باكي، أيمكننا إصلاح الطائرة الآن؟ بالطبع، دقيقة واحدة، مباشرة بعد أن أنتهي من طلاء السفينة الفضائية. دلني على الطلاء فحسب. مثل كنزة، لم يكن لدي فكرة أنك تستطيع الرسم بهذا الجمال.
عمل رائع! إنه ليس تصميماً نموذجياً لسفينة فضائية، لكنه رائع! حسناً، تم ذلك. أيمكنك الآن إصلاح الطائرة؟ طبعاً سأصلحها لتصبح كالجديدة حين أنتهي من أمر واحد بعد، إصلاح عجلات سيارتي. العجلات أصبحت على سيارتك، حان وقت إصلاح الطائرة. أتعلم يا بيورن، كنت أفكر بأمر ما، ماذا لو لم تكن تحتاج الطائرة؟ أجل، أنت محق، قمت بكل هذه الأشياء، أنت رائع بدونها. حقاً؟ أتظنني ذلك؟ متأكدان من هذا، لكنني مع هذا سأصلح الطائرة لأجلك يا صديقي، لأن الطيران رائع بجنون. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.